يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين اجتماعه الشهري بشأن مناقشة آخر جهود السلام والتطورات العسكرية والإنسانية في اليمن. وسيبدأ الاجتماع بجلسة إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة، وسيقدم إحاطات كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ وممثلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللواء مايكل بيري رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها.